معي أستاذ فتحي لإتمام الحلقة في العناوين المحلية في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي. نشر على وكالة وفا الخارجية: الانحياز للاحتلال والاستيطان لم يبقي للفلسطينيين مبرراً لانتظار صفقة القرن. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين عمليات التطهير العرقي التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستوطنين في طول وعرض الأرض الفلسطينية عامة، وبشكل خاص في المناطق المصنفة جيم التي تشكل الغالبية العظمى من مساحة الضفة الغربية. وأكدت الوزارة أن انحياز إدارة ترامب السافر للاحتلال وسياسته دفع بحكومة اليمين الحاكم في إسرائيل والمستوطنين إلى تسريع عمليات تعميق الاستيطان والتطهير العرقي ضد الأرض الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين. وفي وكالة معا: تعليمات الكابينيت للتعامل مع غزة. أمر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينيت الجيش بتكثيف رده على الأحداث الجارية على حدود غزة. ووفقاً لما نقلته صحيفة إذاعة أحرنوت، صدرت تعليمات للجيش بزيادة استجاباته تدريجياً وإدخال نهج عدم التسامح مطلقاً. سيبدأ تنفيذ السياسة الجديدة فوراً وقبيل تنظيم حماس مسيرات على الحدود. وقدم الجيش خطتين تنفيذيتين للتعامل مع استمرار المسيرات على الحدود وإطلاق البالونات الحارقة. الأولى تضمنت موجة من الضربات الجوية ضد أهداف في غزة، والثاني احتواء الأحداث مع تغيير قواعد اللعبة والتصعيد التدريجي لردود الفعل على حوادث العنف على طول السياج وإطلاق الطائرات الورقية والقنابل الحارقة. من جهته قال رئيس أركان الجيش الاحتلال أن قواعد اللعبة على وشك أن تتغير. ونقلت المواقع العبرية عن يوآف جالانت قوله: لن نقبل بعد الآن بإرهاب النيران. وفي صحيفة القدس: الكابينيت سيتبع سياسة جديدة على حدود غزة. قرر المجلس الوزاري المصغر الكابينيت بدءا من اليوم الجمعة اتباع سياسة جديدة على طول حدود قطاع غزة وتغيير قواعد اللعبة، فإن الكابينيت سيراقب ما سيجري اليوم على الحدود، كما تم إصدار أوامر بعدم التسامح مع أي محاولات للإضرار بالحدود. وفي موقع عرب 48: الحمد الله من الخان الأحمر، سنواصل التصدي لمخطط الاقتلاع والتهجير. قام رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بزيارة ميدانية للتجمع السكاني الخان الأحمر شرق القدس المحتلة المهدد بالهدم وتشريد سكانه، حيث أشاد بصمود الأهالي وأكد على مواصلة المقاومة الشعبية في التصدي لمخطط الاقتلاع والتهجير الهادف لفصل القدس عن الضفة الغربية. وقال الحمد الله خلال كلمة له في خيمة الاعتصام: سنستمر في المقاومة الشعبية السلمية وسنفشل مخططات صفقة القرن، ولن نقايض وطننا وثوابتنا بالمال السياسي. وحي الحمد الله صمود أبناء الشعب الفلسطيني والمتضامنين الأجانب ومختلف القوى والفعاليات الرسمية والشعبية المعتصمين في الخان الأحمر الذين يقفون سدا منيعا في مواجهة الاقتلاع والتهجير. وفي صحيفة إذاعات الإسرائيلية: الكابينيت يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بتكثيف رده على الأحداث على حدود غزة. قرر مجلس الوزراء السياسي الأمني إجراء مناقشات دراماتيكية دامت 5.5 ساعات وانتهت بتغيير قواعد اللعبة ضد الأحداث العنيفة على طول السياج واستمرار الإرهاب بالبالونات وحرق الطائرات الورقية. من ناحية أخرى، لم يغلق مجلس الوزراء الباب على جهود الوساطة المستمرة التي توسطت فيها مصر ومبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ميلادونوف. وأصدرت الحكومة تعليمات للجيش بزيادة استجاباته تدريجياً وإدخال نهج عدم التسامح مطلقاً، وسيبدأ تنفيذ السياسة الجديدة ابتداء من اليوم الجمعة عندما تنظم حماس عادة مظاهرات حاشدة على طول السياج. وفي موقع والا العبري: ليبرمان دعا نائبة الكنيسة زوبي بإرهابية ورفض الاعتذار، ولجنة الأخلاق قامت بتوبيخه. قررت اللجنة توبيخ وزير الدفاع بعد شكوى قدمتها ضده نائبة الكنيسة حنين زوبي، حيث كررت اللجنة موقفها المبدئي بأنه لا مجال لمثل هذه التعبيرات في الخطاب العام الشرعي الموجه شخصيا إلى المسؤولين المنتخبين من قبل زملائهم. وصحيفة معرفة تتساءل: جالانت بعد اجتماع مجلس الوزراء قواعد اللعبة على وشك التغيير، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تم اتخاذ القرار؟ أشار وزير الإسكان يوآف جالانت إلى اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الليلة الماضية على الرغم من الحظر المفروض على الوزراء الذين يتحدثون حول هذا الموضوع. وقال جالانت الذي تحدث في مؤتمر لرابطة المقاولين في إيلات: لا أشير إلى مناقشات مجلس الوزراء، ويمكنني أن أقول شيئا واضحا جدا، قواعد اللعبة على وشك التغيير. جاءت تصريحات جالانت مع تقرير الشركة الإخبارية بأن الوزراء قرروا اتخاذ موقف صارم ضد حماس والعمل على تغيير قواعد اللعبة ضد العنف على السياج وأسلحة الدمار الشامل. وفقاً للتقرير، فإن تنفيذ القرار سيبدأ من اليوم الجمعة في التعامل مع المظاهرات على سور قطاع غزة،
في الوقت نفسه ستواصل إسرائيل السعي إلى التنظيم داخل الأدوات الجديدة. وأخيرا في صحيفة هارتس، مجلس الوزراء المصغر يؤكد أن المنطقة العازلة على حدود غزة ستنمو استجابة أكثر لحدة للبالونات المشتعلة. فضل رئيس الوزراء نتنياهو معظم الوزراء تجنب عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، بينما وضع خطوطا حمراء جديدة للمظاهرات القادمة بالقرب من السياج، وقدم ليبرمان وبنت وضعا أكثر صرامة وتم انتقادهما. إذن كانت هذه العناوين في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي. وعودة إليك المحلل والصحفي من غزة الأستاذ فتحي صباح. أن يلغي وزير المخابرات المصرية زيارته السيد عباس كامل زيارته إلى غزة وأيضا الوفد الأمني المصري، هل برأيك ما هي تداعيات إلغاء هذه الزيارة، خاصة وأن هذه الفرصة الأخيرة، يعني هي الأخيرة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أيام سوداء قادمة في غزة؟ نعم، أعتقد أن إلغاء الزيارة كانت مؤشرا سلبيا جدا، لأنه بعد شيوع خبر إلغاء الزيارة وتأكيده من قبل عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق بعد دقائق من تسريبه، غادر أيضا الوفد الأمني المصري الذي كان متواجدا في قطاع غزة منذ الثلاثاء. نعم. وهذا أعطى مؤشرا سلبيا، وربما يعني أصبح هناك توترا شديدا في قطاع غزة، هناك خوف من أن تشن إسرائيل حربا جديدة على القطاع. ولكن عودة الوفد الأمني نفسه أمس بعد يعني مشاورات مع الإسرائيليين ومع السلطة الفلسطينية فتح في القدس الغربية ربما تكون هدأ الأمور قليلا. نعم. الفيديو الذي نشرته حركة حماس رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وهو يتمشى يتجول في مع الوفد الأمني المصري في شوارع قريبة من مكتبه، أعتقد أن حركة حماس أرادت منه إرسال رسالة طمأنينة إلى الناس، إلى أن الأمور تسير في الاتجاه، لن يكون هناك حرب، لن يكون هناك تصعيد إسرائيلي، لن تتغير قواعد اللعبة إسرائيل، لأن تغيير قواعد اللعبة أيضا يتطلب تغيير قواعد اللعبة على الجانب الفلسطيني يعني في قطاع غزة أيضا. نعم. والمثل الأخرى أن إسرائيل تقول في عقاب اجتماع الذي أشرت إليه في عدد من الأخبار التي تناولتموها قبل ثوان أو دقائق بعد أنها قررت عدم التسامح من الآن فصاعدا مع ما يجري في قطاع غزة. نعم. وكأن إسرائيل كانت تتسامح، وكأن إسرائيل دولة متسامحة، مع أن إسرائيل ترتكب في كل جمعة وفي أوقات في الضفة وفي غزة وفي القدس في كل مكان جرائم، خصوصا في قطاع غزة جرائم ومجازر، وتقتل شباب سلميين يتظاهرون قرب السياج ولا يشكلون أي خطر على الجنود. وإسرائيل لم تعلن منذ بدء المسيرات في 30 مارس حتى اللحظة إصابة ولو جندي إسرائيلي واحد أو مستوطن واحد يقتل في مستوطنات غلاف غزة، لا بحجر ولا ببالون حارق ولا بأي شيء، ومع ذلك هي تتهم الفلسطينيين بالإرهاب في حين أنها هي التي تمارس إرهاب الدولة المنظمة على شعب عزل يقع تحت الاحتلال. نعم. هل برأيك التركيز على المسألة الإنسانية في قطاع غزة تأتي على حساب جوهر المشكلة والتي هي سياسية بدرجة أولى؟ لا أعتقد ذلك، أعتقد أن جوهر المشكلة أو القضية الفلسطينية وقضية غزة بالذات سيبقى ويظل سياسيا بامتياز، ولن يكون إنسانيا على حساب السياسي. نعم. مشكلة قطاع غزة بالأساس المشكلة الإنسانية الموجودة في قطاع غزة الآن هي مصدرها الاحتلال، هي ناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي، عن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. نعم. الحصار ترك آثار وتداعيات إنسانية جدا في قطاع غزة، عندما تمنع إسرائيل تزويد الوقود، عندما تمنع إسرائيل العمال الذين كانوا يعملون من قطاع داخل الخط الأخضر، عندما تمنع إسرائيل الفلسطينيين من الحركة. طيب إذا كانت إسرائيل تخشى كما تقول أن يتسبب خروج الناس من القطاع أو العمال بمشاكل أمنية لها، كيف يمكن أن يشكل مريض مصاب بالسرطان مثلا خطرا على أمن إسرائيل؟ عندما تمنع إسرائيل 40% من مرضى قطاع غزة من الخروج عبر حاجز إيرز وترفض منحهم تصريح اللازمة لتلقي العلاج في مستشفيات القدس الفلسطينية أو حتى في مستشفيات الضفة الغربية في نابلس أو غيرها أو حتى في مستشفيات إسرائيل، هل يعقل أن مريض سرطان لا يقوى على السير وهو يعاني أشد المعاناة هل يشكل خطرا على إسرائيل؟ إذا هذه حجج واهية لا أساس لها من الصحة. إسرائيل هي المسؤولة عن الكوارث الإنسانية وستبقى الأزمة السياسية، والعالم كله لا يزال يعترف بالمركز القانوني لقطاع غزة
كأراضي فلسطينية محتلة ضمن نطاق الأراضي الفلسطينية المحتلة تشمل حدود 67 بما في القدس الشرقية. نعم، المحلل الصحفي الأستاذ فتحي صباح، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من غزة. إذا مشاهدينا، 7 فصائل تطلق النداء لإنجاز المصالحة من أجل إنهاء الانقسام وللخروج من الأزمة الراهنة في غزة. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مدير الصحافة. لقاء يتجدد غدا في نفس الموعد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.